تحيه خالصه لكم، وغنمشيو مباشره ونرحبوا بطبيعه الحال بالاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه. صباح الصحه والسلامه استاذ، ومرحبا بك. شكرا لك اختي سكينه، تحيه لك وتحيه لفريق العمل وتحيه للمستمعين الكرام، صباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. حول طيب على خير. بارك الله فيك. شكرا. اذا استاذ اليوم غنتكلموا على القيمه الغذائيه لحليب الماعز. نعم. كنشوفوا من منتجات يعني من الاجبان، غالبا من الاجبان ديال الماعز اللي الواحد تقدر ياخذها. الناس كتقول لك مجهده، كاين اللي كيقول لك لا ما كنقدرش على ديك الزفوريه ديالها، كاين اللي كل واحد شنو كيقول، ولكن اكيد انه من موراها كاينه واحد القيمه غذائيه اللي كنجهلوها. فمعك اليوم نقربوا اكثر لهذا الموضوع هذا. تفضل. مرحبا. فعلا فعلا اختي السكينه، هو شوف هذه المساله ديال الزفوريه نبغي نشير للمستمعين، شي لما كيكون مذاق الانسان مولف غير بالحلول المالح، هاد بعض النكهات اللي كاينه في بعض الاغذيه تكاد تكون يعني الانسان لا يستصيغ هذه المساله هذه، والتنوع في المذاقات كيخلي الانسان انه يعني يستصيغ كل المذاقات. بالنسبه لهاد الشائعه ديال السفوريه في المنتوجات ديال الماعز، بالعكس هي مسائل اللي عندها علاقه يعني باللي فيرومون ديال الماعز، وماشي كتكون دائما، وهي لا تؤثر على، لان يعني هي سو سون دي برودوي اللي هما كيكونوا في الماعز لا تؤثر على اللحم، وما كتكونش حتى في اللحم ذاك بالنسبه لي هي كبيره. من بعد ان شاء الله نديروا موضوع على هذه المساله هذه. حليب الماعز، حليب الماعز، انا غنعطي المستمعين شنو الهدف من هذه الحلقه بالضبط. غير قبلها، حليب الماعز يعتبر من الذهب الابيض. انا شخصيا اعشق هذا الحيوان، عندي بحوث الحمد لله كبيره على هذا الحيوان، لا في التربيه ديالو ولا في الحياه ديالو ولا في المشاكل الصحيه ولا في الجانب يعني ديال التربيه، وتربيه الماعز تتطلب واحد المعرفه بكل التفاصيل، والحمد لله ربي كرمني وكرم الجميع بواحد التجربه اللي تجارب انا شخصيا اقوم بها فيما يخص التهجين. غير باش نشير للمستمعين واحد المساله نصحوها، التهجين ليس هو التغيير الوراثي، التهجين راه داروه جدودنا وعادي. شنو هو التهجين؟ التهجين هو كتشد واحد السلاله وكتزوجها مع واحد السلاله، سواء ذكر من هنا وانثى من هنا او لم انثى من هنا وذكر من هنا، باش الناس يعرفوا التهجين ما كاينش مشكل. لما كنقولوا التهجين، التهجين راه ماشي شي حاجه اللي التهجين هو مي تاخذ مثلا ذكر مورسيانو مع انثى ديال بني عروس، او الذكر ديال الالبين مع انثى ديال الجرانادينو. هذه يعني فيما يخص سلالات الماعز اللي منتشره في العالم واللي في المغرب. حليب الماعز هو غذاء يعاد اكتشافه في العالم، اقول يعاد اكتشافه في العالم، لان غذاء حليب الماعز هو ضارب في عمق التاريخ. حليب اللي هو مرفوع الشأن ديالو في الأوساط العلمية دي معروفة، وعنده سمعة علمية عالمية جدا ومشرفة. المستمعين يقدروا يتسألوا واحد السؤال ومن حقهم، ملي كنقولوا حليب الماعز أين هو حليب الماعز؟ هذا ماشي هو الهدف ديال هذه الحلقة. عارف أنا يا بلي حليب الماعز ماشي غير في المغرب، في العالم كامل نقص بزاف، وبالتالي من حقنا نطرحوا هذا السؤال. دابا ملي غنسولوا مثلا المستمع يقول لك واخا حنا كنهضروا على حليب، فينا هو حليب الماعز؟ هذا هو الهدف من هذه الحلقه. هو الان، لان الان باقين كنطرحوا اين هو حليب الماعز، مي انا خايف من غدا. غدا سنطرح السؤال، وهل للماعز حليب؟ الهدف من هذه الحلقه هو اولا تذكير بأن هناك حليب ذو قيمة غذائية تخلت عنه البشرية، وحليب الماعز. ثانيا، هو إشهار وتشجيع مجاني مستحق للشباب والشابات والتعاونيات اللي جعلت من حليب الماعز طريف ديال الخبز ديالها كتعيش به. شباب شابات وتعاونيات نشجعوهم، نقولوا باللي راه كاينين ناس ونديروا لهم إشهار مجاني. حنا كنديروا لهم إشهار مجاني، كاينين تعاونيات وكاينين شباب وكاينين شابات في المغرب عندهم حليب الماعز ومنتوجات حليب الماعز، نشجعوهم يعني يستحقون هذا التشجيع. ثالثا، هو التشجيع على انشاء مشاريع تهتم بتربيه الماعز الحلول. هذا الهدف ديال هذه الحلقه، ان باش نكونوا واقعيين، اي واحد يتسأل على حليب الماعز، فالهدف ديال هذه الحلقه نقولوا خذوا حليب الماعز، نهضروا على القيمه الغذائيه ديالو، ولكن
اولا نذكروا ان هناك حليب الماعز اللي عنده واحد القيمه عاليه، ثانيا نشجعوا هاد الناس اللي كيستحقوا، ثالثا نشجعوا الشباب على انشاء مشاريع اللي كتهتم بتربيه الماعز. وبالمناسبه عندنا حلقه خاصه ان شاء الله على المشاريع الغذائيه اللي في برنامج الصحه والسلامه، واللي كنهتموا بالصحه والسلامه ديال الانسان، ومن حق الشباب يعرفوا افكار ديال الغد في المشاريع الغذائيه شنو ممكن يديروا. غنديروا حلقه خاصه على شنو هما المشاريع الواعده في المجال ديال التغذيه في المغرب، باش الشباب يكونوا فكره على شنو هي هذه المشاريع، خاصه ونحن مقبلين على استحقاقات عالميه في المغرب. وبالتالي مزيان الشباب من دابا يحضروا، لان راه ما بقى والو، راه 6 سنين راه دغيا دوز. وبالتالي اي واحد بغى يدير شي فوند كوميرس، بغى يدير شي تعاونيه، بغى يعرف راسو شنو المجالات، لان كاين نعطيو امثله ان شاء الله، كاين مجالات اللي مشات مزيان في الجانب الغذائي والغذاء اللي كيكون جيد ومطلوب وعنده لا كليونتيل ديالو. هادشي كامل هذا غادي نناقشوه ان شاء الله باذن الله. فحليب الماعز هو حليب ذو تركيبه مغايره تماما لباقي الحيوانات، هادي عقلوا عليها مزيان. بالمناسبه كيف ما قلت في الحليب في اللحوم، كيف ما قلت في المواد الدهنيه، أنا أستغرب ماشي غير في المغرب، العالم لما يسأل سؤال على الحليب يتم الإجابة بكل بساطة. ملي كتقول الحليب باقي ما قلنا والو، واش حليب الناقة، واش حليب البقر، واش حليب الماعز، واخا وحليب كذلك تمي كنقولوا الحليب، واش عارفين الناس باللي كاين الحليب سكون أبيل أ1، كاين الحليب أ2، وهنا مربط الفرس في الحلقه ديال اليوم. حليب الماعز شنو فيه؟ ما انا دائما هاد المواد بحال هادو اعترف انني كنكون مقصر في حق هاد المواد، ما عندنا ما نديرو، لان مواد عملاقه كنحاولوا نعطيو داكشي اللي استحضرنا واللي يسرنا سيدي ربي. فحليب الماعز فيه احماض دهنيه لا توجد الا في حليب الام. حليب الماعز فيه واحد النسبه، حليب الماعز قلت أنا فيه أحماض دهنية لا توجد إلا في حليب الأم، سميته لاسيد لوريك ولاسيد كابريك ولاسيد كابريليك ولاسيد كابرويك. كابريك جات من كابرين من الماعز، وبالتالي من بعد حليب الأم حليب الماعز الوحيد كسطر على الوحيد اللي يحتوي على هذه الأحماض الدهنية. اش كدير هذه الأحماض الدهنية؟ فاكتور نوروتروفيك، تنمي الدماغ ديال سواء الرضيع ديال المعزة جدي صغير، سواء الإنسان اللي كيستهلكها. النقطة الثانية، حليب الماعز سهولة الهضم ديالو عجيبة جدا. علاش؟ لأن الدهون اللي فيه هي دهون ذات سلسلة قصيرة. دي النقطة. النقطة الموالية هو أن حليب الماعز كيكون ناصع البياض. علاش؟ لأن كيكون فيه الكاروتينويد بنوعية أخرى. كقيمة غذائية حليب الماعز لما كيكون الماعز سلالة مزيانة أنا غادي نهضر عليها، ولما كيكون كياكل مزيان كياكل فيه فيتامين أ، فيه الفيتامين د، فيه الفيتامين أ، فيه الفيتامين ك، فيه الفيتامين بي جوج بي ستة، أكثر من هذا وهذه قلما كنسمعوها. مش عارفين باللي الحليب حليب الماعز فيه الياف جوج الانواع كنسميو حنايا جي او اس والاف او اس. جي او اس جالاكتو اوليغوساكاريد، وفيه الفريكتو اوليغوساكاريد. سيرتو هادي كتكون في الفواكه، سيرتو حليب الماعز فيه الجالاكتو اوليغوساكاريد. الناس غيقولوا شنو هو هذا؟ هذا هو سكر لا يمتص، والياف عفوا لا تمتص، واللي تغذي بكتيريا القولون. وهذا من ارفع ما كاين في حليب الماعز، هو انه يصحح بكتيريا القولون. اكثر من هذا، الناس لما كنقولوا الحليب وردوا البال، لاننا حنا في برنامج الصحه والسلامه والحمد لله مع المستمعين مستوى عالي، ملي كنقولوا حليب راه ما قلنا والو. الحليب كاين الحليب ا1 وكاين الحليب ا2. ملي كتاخذ مثلا حليب البقر، حليب البقر في الا1 والا2، مي كتاخذ البقره الجيرزي كتعطيك لو لي ا2، مي كتاخذ الهولشتاين كتعطيك لو لي ا1، مي كنمشيو للحليب الماعز فيه لو لي ا2. الناس غيقولوا شنو هو ا1 وشنو هو، انا نشرح لكم. سهوله الهضم لحليب الماعز
لأن فيه واحد الكازيين، الكازيين هو بروتين الحليب، فيه واحد الكازيين يسمى بالكازيين A2. باش نزيد الدقق لأن عارف أنا شباب وباحثين كيتبعوا البرنامج، الكازيين A2 الأحماض الأمينية اللي فيه في البوزيسيون 67 كاين الكولين، وبالتالي سهل الهضم وما كيعطيش حساسيات. في حين ان لو لي A1 يعني بعض انواع الحليب من غير حليب الماعز، ففي البوزيسيون 67 ديال الاحماض الامينيه كاين الهيستيدين، وبالتالي تعطي حساسيات. وراكم كتعرفوا لانتوليرونس او بروتين د لادفاش، عدم تحمل بروتينات الحليب، ولانتوليرونس او لاكتوز. شنو هو اللاكتوز؟ اللاكتوز هو سكر الحليب، خاصو انزيم في جسم الانسان يسمى اللاكتاز. الا ما عندكش غينفخك الحليب وغيعطيك كونستيباسيون وغيعطيك كازومورفين وغيعطيك مشاكل كبيره بزاف. حليب الماعز انزيم اللاكتاز اللي عندنا قليل في الجسم سيرتو من بعد 4 سنوات، هو سلس جدا وسهل الهضم. هذاك الشيء علاش هاد السهوله ديال الهضم ديالو كتعطينا، كتخلي هاد الالياف اللي هي كتسمى كيتسموا ليزوليغوساكاريد تغذي بكتيريا النافعة الموجودة في الجهاز الهضمي عند الإنسان، مما يجعل هذا الغذاء سهل الهضم وحد درجة لا تتفوق. الدهون الموجودة في حليب الماعز وفي مواد ديال الماعز أصغر حجما من دهون الحليب أنواع الحليب الأخرى، وبالتالي كيخلي أن هذا الحليب سهل الهضم. لاحظوا أن من بدينا البرنامج وحنا كنهضروا على سهولة الهضم ديالو، تصوروا تلقاو غذاء عالي الجودة وسهل في الهضم. وممكن ياخذوا، كاين الناس اللي عندهم حساسيات الحليب وعدم تحمل الحليب ما كياخذوا الحليب الماعز ما كيدير لهم والو. كما ان الحليب الماعز يحتوي على بعض الاحماض الدهنيه اللي سبحان الله هذه من عند الله ونعطيها عندكم. الاحماض الدهنيه في حليب الماعز الجسم لا يخزنها، الجسم يقوم بتحويلها مباشره في انتاج الطاقه. هذا حليب الماعز. فيما يخص السلالات اللي عندنا في المغرب، خلي لي مهم نعرفوا فكره عليها. احنا شوف، احنا بالنسبه للعالم، نعم العالم العالم قريه، ولكن بالنسبه لنا العالم عالم. الماعز ديال واحد المنطقه يجي لواحد المنطقه ما كاينش مشكل، ما عندناش مشكل لان احنا خوت العالم كامل. وبالتالي كاين انواع ديال الماعز اللي كانت في المغرب، وكاين انواع اللي جابوها الاخوان وكيشتغلوا بها. على سبيل المثال كاين النوع ديال الالبين اللي جا من جبال الألب، كاين النوع ديال المالاغينو اللي جا من مالاغا، كاين النوع ديال الجرانادينو اللي جا من غرانادا، كاين النوع ديال المورسيانو اللي جا كذلك من المنطقه ديال مورسيا، وكاين بني عروس، سلاله بني عروس اللي هي مسجله بهذا الاسم هذا واللي عندنا في المغرب. هاد الانواع كلها سيرتو الناس اللي الناس الفنانه في, 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 في الكسيبه، لان الكسيبه ماشي غير جمع الخرفان وبيعهم في العيد الكبير. الفنانه في الكسيبه راه كيلاحظوا ورقه وستيلو وكيديروا التهجين بين السلالات، حتى كتخرج واحد السلاله اللي كتعطي القدار، اللي كتعطي لحم، كتعطي جديد اللي هو يصلح لبزاف الامور، وكاين السلاله اللي هي منتجه للحليب. وهذا الشيء هذا من الاصدقاء اللي كنعرفهم انا شخصيا، وانا شخصيا ممن يعشق هذه التجارب هذوما، والحمد لله كاين نتائج زوينه بزاف. الحليب الماعز انا قلت نعاود نقول الهدف منها في هذه الحلقه هذه، نعم نقولوا الناس خذوا حليب الماعز، نعم نذكروا الناس بحليب الماعز، نعم نحبوا الناس بحليب الماعز، ولكن الا بغاو الناس حليب الماعز فين غيلقاوه؟ الا لقيتوه، ما نقولش انا انتم محظوظون لان ما اؤمن بالحظ، اؤمن بالرزق، فهو رزق. الا ما لقيتوش، السوق والاقتصاد العالمي يخضع للعرض والطلب، وبالتالي لو لينا نطلبوا حليب الماعز غادي نلقاوه، وغادي تشجعوا شباب كما دابا تشجعوا على تربيه الارانب، تربيه الدجاج البلدي، تربيه بزاف ديال الامور، يتشجعوا على تربيه الماعز. والحمد لله انا شخصيا لو ريزو يعني ديال الاكاديميه كنشجعوا دائما ونقولها ونشجع اي واحد نشجعه على انه يعني ينتج. احنا دائما الهدف ديالنا شنو هو؟ الهدف ديالنا واحد، لا اكثر لا اقل ولا اكثر، هو اننا كنحاولوا نشوفوا منتج يعني ينتج بضمير وينتج منتوج جيد، ونقيوه مع واحد اللي باغي منتوج جيد
وباغي يهتم بالصحيحه ديالو، وهذه الامكانيه هذه كتنقص في الثمن، كتولي مدره للدخل للاسر المغربيه، كتولي جيده في الاقتصاد التضامني او لا ليكونومي سوليدار اللي خصنا نعتمدوا عليها احنا في بلدان شمال افريقيا ولا المغرب. الاقتصاد التضامني اقتصاد رائع جدا، اقتصاد اللي كيخرج الاسر المغربيه من العوز ويخرج الاسر المغربيه اللي كيخليها تعيش بواحد الكرامه، وهذا شيء جدا ان المغرب غادي في هذا الاتجاه، ونحن نشجع الشباب على يعني تربيه الماعز، تربيه اللي ممكن انهم ينتجوا بها تعاونيات بزاف ديال الامور. هي جات واحد الموجه، مي انا هو ماشي عتاب اكثر من هو فقط تساؤل، علاش العديد من التعاونيات مشات في اتجاه تربيه الماعز وخدات ليكيبمون وقادو صوبو كنمشيو للتعاونيات ما كنلقاو حتى معزه. يعني هذا بالنسبه لي انا يا ضياع، علاش الماتيريال كاين كل شيء كاين وفي الاخر ما فشل ديال المشروع وكاين الناس اللي عندهم اهداف اخرى. فالله يعطيكم الخير، الحمد لله المغرب يشجع على هذا الاتجاه هذايا. تعاونيه يعني المسطره القانونيه الحمد لله ولات سهله جدا، انا اسره ممكن دير تعاونيه وانتاج الحليب، وانا كنقولها للمستمعين لا كليونتيل كاينه، لا كليونتيل ديال حليب الماعز كاينه، الزبون اللي يعني اللي باغي حليب الماعز كاين موجود. علاش؟ لان حليب عريق وكيخرج منه أجبان اللي كيتم التعتيق ديالها، يعني تعتيق الأجبان أنها جعلها عتيقة وكتعطي واحد الرونق غذائي، زائد أنها فرصة. أنا بالنسبة لي والله أنا أعشق المواضيع اللي كتجمع فيها الصحة والتمغربيت والثقافة والاقتصاد التضامني، هادو هما كاملين أنا العشق ديالي في كل مشروع موضوع، مثلا كسكسو، مثلا تربية الماعز، مثلا الجبن، مثلا الزعفران، هذه المواد هذو ما وهالطريقه اعشقها انا شخصيا. علاش؟ لان تجمع بما هو اسري اجتماعي اقتصادي صحي والتمغربيت وثقافتنا زائد الاقتصاد التضامني للاسره. فانا نشجع كل انسان سواء طلبه طالبات اللي تخرجوا دابا هذا العام، هذا راه بزاف ناس خرجوا ما عارفين فين يمشيو، ان شاء الله نعاونكم. وانا دائما اشجع الطلبه والحمد لله، يعني يحصل لي الشرف انني كنت سبب الحمد لله العديد من الطلبه عندهم مشاريع رائعه ناجحه جدا. الا كانت فرصه من بعد نهضروا عليها، كاين مشاريع ناجحه جدا اللي كان لنا الشرف اننا عشنا معها، حتى المشروع اللي عنده طفوله عشنا طفولة مع هذه المشاريع، ودابا راها مشاريع اللي هي ناجحة لا وطنيا ولا عالميا، وهذا الشرف يعني لنا، والفضل من بعد الله كيرجع لهاد الشباب اللي عندهم لا موتيفاسيون. المغاربة تبارك الله دائما مبدعين، خاص غنتوفروا ووفروا الظروف ديال الإبداع. فأنا كنقول للناس تربية الماعز مشروع ناجح بلا ما تحتاج دير ليتود مارشي، مشروع ناجح بامتياز، شرط أن تكون الصدق والضمير في الإنتاج. وربي ما يخلي الماعز مبارك من المخلوقات المباركة، وبالتالي ما يمكنش أنك تدير مشروع الماعز وتخسر، ما عدا إذا كانوا أهداف أخرى، ولا كانوا كاين الناس اللي أنا قلت كاين الناس اللي مشاو خداو مشاريع وتعاونيات، دابا ديما خصنا نهضروا هكا وهكا، تعاونيات راها مسدودة دابا، كاين أهداف أخرى، كاينين شباب اللي أنا كنتواصل معاهم شخصيا واللي عندهم وكيبيعوا حليب الماعز وعندهم الطلب اكثر من العرض، وهذا شيء جميل جدا في المغرب. فشجعوا عفاكم، انا قلت الهدف من هذه الحلقه، يعني يقدر يسولنا مستمع ولا مستمع عند الصح اني غنجيب هذا حليب الماعز، الهدف من هذه الحلقه هو اليوم نشجعوا، انا قلت باش غدا ما نطرحوش السؤال، اوليو باش نطرحوا السؤال اين اجد حليب الماعز، ما بغيتش انا يتطرح السؤال وهل للماعز حليب، اللي واحد النهار قالوا واش كاين حليب الماعز. إذن دابا نشجعوا، وقلت أنا يا الحمد لله لا كليونتيل ديالو كاينه، لا الفخوماج ولا هاد الأمور كامله إن شاء الله، مي جميل جدا. وبالمناسبة النكهة والرائحة المميزة للماعز ولا الجبن الماعز ولا المنتوجات ديال الماعز هي القوة ديالو، هي لاسيد لوغيك ولاسيد كابريك ولاسيد كابريليك ولاسيد كابرويك، راه هادوك الأحماض الدهنية هي المميزة لهاد النكهة، بحال الخميرة البلدية كاين اللي ما عجبتوش نهار الاول من بعد صافي يولف هكاك عاوتاني، واللي مولف بالمذاق الحلو والمذاق المالح سي فغي هاد المنتوجات ربما لا يقوى انه يعني يستصيغ هاد المساله هادي، مي غير كدار لا كوريكسيون ديال المذاقات ديالنا كيولي الانسان كيعجبو كل المذاقات، وهذا ما نريد. مرحبا، حنا اكيد مازال مستمرين استاذ ومشكور بطبيعه الحال، ومرحبا نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا نستقبلوا اسئلتكم، خليكم معنا.